هنا تيشيرتي سعره $100. انا خلصت وطلعت وهو يو يفتش فيني قال الزول ده مش وين. شايفين هنا الجاكيتات عندهم بسعر $50 وحاجات فخمة يعني. طواقي شكلهم بيقفلوا بدري هم. ايوه اوكي رايحين طلعنا الماركت مع عربية. وين عربية؟ وين وين العربية؟ السلام عليكم حبايبنا، رجعنا لكم بفلوج جديد اليوم. والاجواء عندنا مصيفة زي ما شايفين، وحنمشي على المترو تاون في برنبي. انا عامل تسوق شوية كده، نشتري لنا شوية حاجات ونشوف الاجواء في المول ذاته كيف يعني. اذا شايفين انا حاليا في الداون تاون، عايزين نقابل واحد من المتابعين في اليوتيوب. الاجواء عندنا هنا يا جمال المباني العالية داون تاون. الزول ده مدوخنا يعني من قبل، وانا اول مرة اقابله الصراحة. شايفين انه هندق جاي ذا ذاته كبير جدا. انت عارف بس هنا ازواجهم كلها كده. ايوه يلا كويس كويس، المحل ده يعني اسعارهم كويسة مناسبة رخيصة، عشان كده انا بحب اجي هنا طوال. نحن وصلنا على المول ودارين نشوف حاجات، لكن الموسيقى هنا شغالة لنا، احنا نقدر نصور كثير. زي الحاجات تاخذ زمن. مش باخذ زمن. ايوه بشيل معايا كلها بكملها. ايوه والله قطيف. شكلها راسها بطاقتي ما بشيلها معي. ولو ماشي مع صاحبي ما بشيل معي كاش. ايوه بالضبط كده. ما بقول لها حاسب بعدين بديك هناك، لانه لو جبت قدر الكميه شيلها بكملها. تكمل اي حاجه. المحل هنا يعني ملان ذاته، حتى ناس كمية. طبعا ارخص محل يا جماعة في المول، اي زول بيجي هنا وانا طالع اخلي لكم الاسم بتاع المحل شنو. شايفين كمية من الناس. انا لقيت لي حاجتين هنا، شلت لي بنطلونين او بالاصح سويت بانس وجاكور. بعدين المحل عنده تخفيضات دائما يا جماعة، يعني الحقوا الجريد. عندهم هنا 50% بريسنت، يعني حاجات ظريفة وأسعار في متناول اليد. حتى هنا برضو شايفين buy one get one 50% off، تأخذ الثاني بنص القيمة. يعني هنا مثلا السعر عندنا 25، هتأخذ الثاني ب12.5 بس. يعني العرض عام يعني، هنا حتى برضو ديل أسعارهم $25. أنا شلت غاية واحد من ديل وواحد من اللي هناك، اللي هو أخذت واحد من ديل برضو أسعارهم $30. أتكلم مع صاحبي هنا يعني بقول له إنه انا عندي مشكله مع السعر، ما قاعد اقرا السعر، بشيل بعد ذاك بعاين. فعلا شلت البتاع البنطلون وبعد ذاك بقيت بعاين للسعر كم. شايفين هنا الجاكيتات عندهم بسعر $50 وحاجات فخمه يعني، جهز للشتاء. فاي زول يحصل يا معلم قبل البرد حصل الجرد. حتى التيشيرتيات عليها تخفيض برضو، اللي هو ده سعره $10. اذا اخذتها حتاخد واحد تاني بسعر $5 بس، يعني اثنين بيقوا معك $15. المحل حيقفل بعد 10 دقائق قالوا تقريبا. المول بيقفل الساعة 7 ولا كم، ما متأكد تماما من الزمن، بس هنحاول نجيب لاين اب، واللاين اب حيكون طويل شديد لانه الناس كثيرة هنا. طواقي شكلهم بيقفلوا بدري هم. ايوه لكن ما تقريبا احتمال المحل ده، بس تقريبا المول بيقفل الساعة 9 على ما اعتقد. خلينا نطلع ونشيك الزمن. هنا الحي الكعبة الناس كلهم بيقفلوا بدري. يا جينا لوقت الحساب. Yes please.
I think you have to do it again. Sure. I used the wrong card. Sure. فكده خلصنا. بالنسبة للنساء برضه يعني في قسم هنا خاص للنساء إذا حابين تجوا، يعني ما رجالي بس يا جماعة. إذا شايفين المحل لسه يعني كبير شديد، فحاعمل لكم الاسم برا، أوريكم الاسم بتاع المحل. ننتظر صاحبنا ده قاعد يحاسب في الأغراض بتاعته وحاجاته. فهنا ده المحل أوربان. أنا خلصت وطلعت وهو جو يفتش فيني. قال الزول ده مش وين معلم رحت؟ لا لا ما تهدى زين رجعنا أول مرة. لا جيت طوالي طالع. والله أنا قلت احتمال طوالي تجي طالع تشوفني يعني برا. لا أنا ما قلت شايف لمحت من زين رجعنا كده قلت ثاني يعني تشترك حاجة وذي كده ما هيك نكتفي بهذا القدر. انا ما متعود كنت واجب اخوم يا معلم وبتاع. هاي لا بس ده برضه يبين دولار يعني ما تعرف. ايوه ما كعبه يا حالي بالذات مع التخفيض بتاعهم بتطلع معاك كويس. يعني ممكن تشيل اثنين يعمل لك خلي بالك يعني انت يا شين فايت لك الدايموند ولا هنا الدايموند. يا سلام هاي عايز اقول له عايز دايموند طوالي 1700 مره فيديو يا يا ام فلوجين يا 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 ذا دايموند ثانك يو يا وي جود ذا تعال في الزحمه خلينا نخش معاك كده المحل اللي معلم في على حسب لك انت داير شنو ماركه ولا حاجه عاديه حدار ماركه ولا حاجه عاديه يا اي بس المهم ماركه شنو خلينا نشوف بس بنلقى انا فتشت من جد البلدي وفتش بلدي ما متاكد من الا اللي في المول الصراحه ما اعرف حنلقى فاتح ولا قافل فخلينا نشوف. طبعا احنا حاليا في نايكي ستور هنا دي معلم براه كده 70 دولار الهوري تقريبا 100 دولار هاي وش اللي 170 170 من عشاق نايك يعني اللي هنا طوالي حلو يا ماركة طبعا يعني حتى يا اديداس نايكي حاجات عجيبة كل ده الستور تبع نايكي جوردن تيشيرتات عندهم ال شوز هنا تيشيرتي سعره 100 دولار يعني دي اقل حاجه. انت جاي نايك يا معلم داير لك اقل شيء لو بدي تيشيرتي بس 100 دولار انت طالع. هنا ده السعر بيكون بورا هنا هنا الورقه دي 120 حاجه خفيفه كده لكن طبعا تقعد معاك زمن طويل. هنا عندهم الشوز نايكي بأسعار 165 دولار 150 جوردن I like جوردن يعني جوردن is nice هذه سعرها 170 دولار. والله ده
ايوه اي محل امشي مقفل قفل قفل، شكله المول الليله مقفل بدري يا جماعه. بس انا عينت في التطبيق يعني مكتوب الساعه 9، غشونا يعني دقزونا، ما علينا نقضيها مشي. شوفوا الاجواء بس يعني، اتمشوا وافتح لكم الكاميرا. الديزاين هنا عجيب يعني، التصميم اللي شايفين هنا، وعندكم هنا سمك، سمك طاير وحاجات عجيبة. في تنين هنا ولا ادري شنو. ناس خاشين والناس مارقين. انت عارف هم خاشين للسوبر ستور، محل محل الاكل وبتاع، يشتروا اغراض وبتاع. وقفنا في بي 1 بس وين كان؟ اوكي رايحين، طلعنا الماركت مع عربية. وين عربية؟ وين وين العربية؟ وانا كمان مصور، قال ومصور الماركت، وانا مصور الماركت، وقلنا خلاص حافظين المكان. بس وين يا معلم؟ اوكي لمينا فيها. عندي مشكلة، أنا بنسى العربية طوالي، بالذات في المولات يعني، لأنه الباركين كبير شديد. أنتوا يعني طوالي عادي تروي عربيتك. فقبل كنت أروي العربية كان أوتوماتيك، بتشغل السنتر لوك تيت تيت، بتعرف العربية. نص العربية دي يعرفوها كيف زاد. بعدين شغل المكيف. ما في غاز. جينا نشغل المكيف لكن قلينا. تقصد بداية انك انت تاخد؟ مش هقدر. مش عايز. انا مش قادر اديك. احنا مش هنهزر بقى. انا مش قادر اديك. لو انت مش محتاج تقول لي هات، انا لو اقدر اديك حديك من عيني. بس انا مش قادر. جينا على المنطقة بتاعت ريشموند. طبعا المطار هنا قريب، مسيطرين على البلد هنا التشاينيز يعني، المباني للبيوت، منطقة هادية وظريفة. في برضو يعني للمعلومة انه اسعار الايجارات هنا ما رخيصة وما غالية، يعني بتبدأ من 2000 دولار وانت طالع. بعد جينا هنا محل بتاع افغاني، اللي هو محل بتاع حلال، عندهم حاجات يعني عربية وظريفة. وصلنا صاحبنا على ريشموند، وجينا حاليا على الداون تاون. جيت هنا على صاحبي بانكين من سوريا. طبعا انا قاعد اتفسح بالهافا بورد، وقفت العربية بعيد وماشي. سلام. ما تنسوا شير واشتراك ولايك. ما تنسوا الاشتراك والشير، ظبطونا. ومن هنا لحد ما نلقاكم في فلوج جديد. ابقوا 10، السلام عليكم.